السلام عليكم، حياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسرور. حياكم الله طبعا في برنامجكم 7 على 7 وعلى قناتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس. مشاهدينا الكرام، حصن الاتحاد هي مبادرة تنظمها القوات المسلحة الإماراتية في إطار إظهار وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به قواتنا المسلحة المدربة تدريبا عاليا في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات العربية المتحدة. وتواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها واستعداداتها النهائية مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الخامسة من العرض العسكري حصن الاتحاد 5 التي تستضيفها إمارة عجمان في منطقة الزوراء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2019. هذا الحدث الكبير الذي يهدف إظهار القدرات المتطورة لقوتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعا واقيا للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع. نشاهد هذا الفيديو معنا. مشاهدينا، راح نشوف وياكم في حلقة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع الأخضر في أبو ظبي واليوم الرياضي الوطني بالفجيرة، ومشاركة وكالة الإمارات للفضاء في العرض السعودي الدولي للطيران، وطبعا مشاركة إدارة الدفاع المدني الفجيرة في اليوم الرياضي الوطني. وراح نشوف معاكم دوري الكليات لكرة القدم في جامعة عجمان مقر الفجيرة. لكن بعد جولتنا الإخبارية مع ليالي، مساء النور والسرور عليك. مساء الأنوار لك زميلي عبد العزيز، أرحب بك وبكل مشاهدين برنامج الكرام. نستعرض سويا هذه القراءة الإخبارية لهذا المساء. يلا تفضلي. شكرا لك. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم تتابعون، أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري لليوم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن يحتضن مجمع قصر الرئاسة في أبو ظبي مقرا يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر التراث الفكري العربي والمحافظة على الإرث الحضاري والإنساني تحت مسمى قصر الوطن، والذي سوف يفتح أبوابه للجمهور والزوار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس الجاري. وبهذا صدد غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر قائلا: في إطار رؤية رئيس الدولة وجهنا بأن يضم مجمع قصر الرئاسة صرحا متاحا للزوار يسمى قصر الوطن، يكون جسرا حضاريا للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافدا يثري الحصيلة المعرفية لرواده. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة في رعاية التراث الفكري العربي الإنساني، كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ مكانة القصر باعتباره أحد صروح مسيرة التقدم والإنجاز في الدولة وجسرا للتواصل المعرفي والحضاري بين الأمم، حيث يستضيف القمم واللقاءات الرسمية الرفيعة بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وضيوفها من ملوك ورؤساء دول العالم، إضافة إلى جلسات المجلس الأعلى للاتحاد واجتماعات مجلس الوزراء. على صعيد آخر وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 604 مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 442 مليون درهم. وقال معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بالحيف نعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، قال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال زيارة سموه الأخيرة للمشاريع الإسكانية التي ينفذها البرنامج في إمارات الدولة تدفعنا إلى بناء مجتمعات سكنية سعيدة وتشحذ هممنا نحو توفير أعلى معايير الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية وعدم ادخار أي مجهود في سبيل تحقيق تطلعات وسعادة المواطنين في المسكن. إلى ملف مغاير، حيث عبر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله عن غبطته بانطلاق شعلة الأمل من رحاب عروس الساحل الشرقي في رحلتها عبر إماراتنا الحبيبة وصولا إلى العاصمة تمهيدا بانطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبو ظبي 2019. وأكد سمو ولي العهد الأمين أن حفل الشعلة الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إنما يعكس قيم التضامن والاحترام والأخوة والشجاعة التي تمثل نهجا راسخا في الدولة وتجسد رؤى وتوجهات قيادتها الحكيمة في الانفتاح على الآخر واحترام التنوع والتعايش السلمي. جاء ذلك أثناء حضور سموه يرافقه سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة البجيرة للثقافة والأعلام والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي حفظهم الله جميعا الحفل الخاص الذي أقيم أمس في قلعة الفجيرة الأثرية ترحيبا بشعلة الأمل واحتفاء برمزيتها الإنسانية السامية، حيث تفضل سمو ولي عهد الفجيرة الأمين بإشعال الشعلة موثقا للحظة تاريخية وبصمة إنسانية رياضية عالمية. وفي هذا المجال أشار سموه إلى أنه من حسن الطالع أن تتزامن هذه اللحظة مع عام التسامح الذي يعكس تبوء الدولة موقعا مؤثرا في المشهدية العالمية مبلورة استراتيجية ثقافية وفكرية تعزز الوئام وروح التعايش والسلام بين شعبها والعالم. إلى محور مختلف، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فتحت الهيئة عددا من المشاريع التنموية في جزر القمر ضمن مبادراتها خلال عام التسامح، وذلك تعزيزا لجهود دولة الإمارات في تأهيل البنية التحتية ودعم المجالات التنموية في جزر القمر. وطلع سموه على مبادرات الهيئة في المجالات الصحية والتعليمية والجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة تجاه الأوضاع الإنسانية هناك، مطمئنا على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي تم تخصيصها للأشقاء في جزر القمر ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تبني المشاريع التي تحقق الاستدامة في العطاء وتفي بأغراض التنمية البشرية والاجتماعية في الدول الشقيقة والصديقة. في مجال مختلف، افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزودي وزير التغير المناخي والبيئة فعاليات القرية التراثية ومعرض التكنولوجيا الزرقاء التي تقام على شاطئ السعديات ضمن فعاليات الأسبوع الأزرق في أبو ظبي. وأكد معاليه أن تنظيم هذه الفعاليات التي تحظى باهتمام عالمي يأتي انطلاقا من رسالة الإمارات التي تبنتها في قمة الاقتصاد الأزرق بأهمية المحافظة على المحيطات، و وأطلق معالي الجودي على هامش الافتتاح كتابا إلكترونيا بعنوان حماية واستدامة المياه البحرية في إمارة أبو ظبي أصدرته هيئة البيئة أبو ظبي، يوثق أهم إنجازات اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه البحرية والفريق الفني التابع لها خلال الفترة بين 2012 حتى 2018 في مجال حماية واستدامة المياه البحرية. في إطار حرصه على مؤازرة ودعم مجمل الأعمال التطوعية والمجتمعية بكافة ألوانها، استقبل سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله وفدا من فريق سواعد زايد التطوعي، حيث طلع سموه من رئيس الفريق فاطمة الشهياري على الأنشطة والمشاركات في تنفيذ مبادرات متنوعة في الداخل المحلي وخارجه. وطرح أعضاء الفريق على سموه فكرة تأسيس هيئة في إمارة الفجيرة تضم تحت مظلتها مجمل المتطوعين بتكويناتهم المختلفة تحت جسم موحد ينظم آلية عملهم، آملين أن يحظى هذا الطرح بموافقة سمو الشيخ الدكتور راشد حفظه الله وأن يكون سموه رئيسا فخريا لفريق سواعد الخير التطوعي. وأبدى سموه اهتماما بالفريق وأشاد بدوره الفاعل داعيا إلى الاستمرار في اتباع النهج التطوعي وضرورة توعية كافة شرائح المجتمع على اعتماده أسلوب حياة. مع هذا الخبر مشاهدينا أغلق وإياكم نافذة الأخبار المنوعة، نستكمل بقية فقرات 7 على 7 مع زميلي عبد العزيز. شكرا لك ليالي. مشاهدينا راح نروح وياكم لأبو ظبي وراح نشوف الأسبوع الأزرق. طبعا الأسبوع الأزرق هو يطلع مع القمة المصاحبة للمحيطات في أبو ظبي اللي تنظمه مجلس شباب هيئة البيئة في أبو ظبي وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وعدد من مجالس الشباب في الدولة. معاي راح نعرف تفاصيل أكثر، معاي الأستاذ عبد الله الحسني عضو مجلس شباب هيئة البيئة في أبو ظبي وعضو فريق تنظيم فعاليات الأسبوع الأزرق في أبو ظبي. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبتين، كيف الأمور إن شاء الله؟ طيب والله الحمد لله، الامور طيبه ولله الحمد، نحمد الله ونشكره دوم ان شاء الله بالفعاليه والامور طيبه ولله الحمد. الحمد لله. لو كلمتنا عن الاسبوع الازرق في ابو ظبي والهدف منه. طال عمرك الاسبوع الازرق هي مبادره نحن نسعى من خلالها تحقيق استدامه المحيطات والسواحل سواء كان للجيل الحالي او اجيال المستقبل. طبعا هذا كله عن طريق تحفيز الابتكار في مجال الاقتصاد الازرق وخلق منصه للشباب لمعالجه التحديات اللي تواجه استدامه المحيطات. ان شاء الله. الفعاليات المصاحبه للاسبوع الازرق. هناك العديد يا اخوي من الفعاليات المصاحبه اللي يعني كلها تهدف لابراز التكنولوجيا الزرقاء وتعزيز السياحه البيئيه، وايضا زياده الوعي والتاثير الايجابي على المجتمع المحلي والدولي ودعم العمل التطوعي بالاضافه الى خلق فرص لاصحاب المشاريع وتجسيد ونشر ثقافه التراث الاماراتي. كيف تشوف ثقافه الناس اتجاه الاستثمار البحري او الحفاظ على البيئه البحريه وانتم بادين الحمله؟ هل كان في وعي قبل ذلك ولا يعني في صعوبه تبون تواصلون الرساله هاي للناس؟ والله يا اخوي نحن ودنا ان هاي الرساله توصل لاكبر شريحه ممكنه. لابد ان الوعي موجود في فئه معينه من من من, من الناس، لكن نحن نسعى لان نوصلها لاكبر شريحه ممكنه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. المده اللي راح تبدون فيها ان شاء الله وراح تنتهون متى؟ فعالياتنا تبدا ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع الاول من من مارس 2019 واللي هو الاسبوع اللي نحن فيه من 2 مارس الى 7 مارس 2019 ان شاء الله تعالى. في اي كلمه اخيره حاب تضيفها استاذ عبد الله؟ والله اللي احب اقوله ان ادعو جميع المتابعين انهم يزورونا في موقع فعاليه الاسبوع الازرق وانهم يستمتعون بالقريه التراثيه الموجوده عندنا، لان هناك العديد من الفعاليات موجوده عندنا سواء كانت معرض التكنولوجيا الزرقاء وبالاضافه الى العديد من الفعاليات التراثيه مثل ركوب الخيل وركوب الجمال، ومنطقه ايضا مخصصه لالعاب الاطفال. ان شاء الله لو لحقنا ان شاء الله بنكون متواجدين وياكم ان شاء الله تعالى. باذن الله تعالى يشرفنا وجودكم. شرف لنا. شكرا لك استاذ عبد الله الحوسني، عضو مجلس شباب هيئه البيئه في ابو ظبي وعضو فريق تنظيم فعاليات الاسبوع الازرق. شكرا لك. العفو والله. حياك الله. حياك الله. مشاهدينا راح نروح نشوف وياكم عن مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019 في نسختها الرابعة، واللي استضافت جهاز أبو ظبي للمحاسبة بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين على هذا الخطأ. خلونا نشوف الفيديو ها وياكم. لا شك أنه الآن منطقة الخليج العربي تمر بثورة ضد مكافحة الاحتيال والفساد، ويعتبر المؤتمر في أبو ظبي من أهم هذه المؤتمرات، إن لم يكن هي الأهم، من حيث تقديم الأوراق المختصة ونخبة من المختصين في هذا المجال. المشاركة فيه جدا مهمة لنشر الوعي في مكافحة الفساد ومعرفة المؤشرات الهامة ذات العلاقة. طبعا هذا it's a moving target، يعني السيطرة عليها تجري بشكل حثيث لمكافحتها، لا يمكن أنها تنتهي بشكل تام، ولكن ممكن حد من تأثيراتها في المنطقة. المركز المعتمد من جمعية محققي الاحتيال العالمية لطرح شهادة كتير مهمة، وهي شهادة عالمية وتم طرحها لأول مرة بالشرق الأوسط خلال كم سنة الماضية، اللي هي شهادة محقق احتيال معتمد. جمعية محققي الاحتيال العالمية تعتبر أكبر جمعية عالمية لمواضيع تحقيق بالاحتيال، وهذا المؤتمر اللي نحن عاملينه الأسبوع انضم عدة شركات عالمية كانت دعمته، بنفس الوقت جهاز أبو ظبي للرقابة، ويعتبر هو من أكبر المؤتمرات مواضيع الاحتيال، مو فقط خارج امريكا بس هو عالميا. في عندنا اكثر من 450 شخص حضور من عده دول عربيه، وتم مناقشه عده مواضيع لها علاقه بمواضيع مكافحه الاحتيال، التحقيق بعمليات الاحتيال، الفهم شو هي الانظمه المفروض المؤسسات توضع للحد من الاحتيال، وبنفس الوقت شو هي افضل الاساليب لفهم الاجراءات الجديده والتحديات اللي عم يواجهها المؤسسات لنقدر نكافح الفساد والاحتيال، العواض ما نقدر نعمل انفستيجيشن فيه بعدين. طبعا مشاهدينا، العقل السليم في الجسم السليم، والرياضه هي جزء لا يتجزا، يعني لا يمكن ان الطالب الجامعي او طالب المدرسه يواظب على تعليمه بدون ما يمارس الرياضه، فالرياضه هي اللي تخلينا نكون نحن في مكان ايجابي او في بيئه مناسبه نقدر نتعلم منها ونعرف. في بطوله وهي اللي انطلقت منها بطوله جامعه عجمان للكليات، منافسه بين الكليات، منافسه جميله وايام حلوه عشناها نحن في الجامعه، راح نعرف تفاصيلها اكثر. معاي هنا استاذي الدكتور سيد محمد عبد الرحمن، عضو هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية في جامعة عجمان مقر الفجيرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك الأخ الأستاذ عبد العزيز، وأنا سعيد أكون في رحاب تلفزيون الفجيرة للحديث عن هذه البطولة. أهلا وسهلا دكتور. الطالب في حضرة الأستاذ اليوم في هذا اللقاء، كيف الحال ان شاء الله؟ طيب دكتور الله يبارك فيك. خلينا نتكلم اول شيء اليوم، يمكن اليوم اللقاء بيكون جميل معك، انت رياضي كبير، نعرف المشاهدين ان الدكتور سيد رياضي قديم ومؤسس بعض النوادي في السودان، واضافه كبيره طبعا لجامعه عجمان، الله يعطيك الصحه والعافيه. دكتور خلينا نبدا اول شيء ببطوله عجمان للكليات، بطوله جامعه عجمان للكليات، ونتكلم عن البطوله هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مره ثانيه الشكر لك. ماذا أقول طالب عبد العزيز، لكن عبد العزيز يمكن قبل ما نتحدث عن البطولة عبد العزيز كان من الداعمين، يعني البطولة فنيا وإعلاميا وكله يمكن هذه المسائل. شكرا لك. يمكن بطولة جامعة عجمان مقر الفجيرة الكليات. يمكن هذه النسخة هي النسخة رقم 10، واللي هي يعني نظمت باستمرارية وذلك عن النجاح بتاعها. يمكن هذه البطولة في النسخة 10 وقبلها من النسخ كان عندها أهداف أساسية وأهداف رئيسية، وزي ما ذكرت أنت في المقدمة العقل السليم في الجسم السليم. فيمكن بداية من الأهداف بتاعتها تحقيق تكامل ما بين العملية الأكاديمية والتعليمية والأنشطة اللاصفية بالنسبة للطلاب، وده يمكن يساعد في بناء مورد بشري قادر على الإعطاء في المجتمع. هذه البطولة وغيرها من البطولات أيضا تبرز المواهب وتبرز المهارات المختلفة بالنسبة لأبنائنا الطلاب، مما يساهم في دعم وتطوير الرياضة يمكن في دولة الإمارات الحبيبة وخاصة في المنطقة الشرقية. يمكن دي فرصة سانحة للمهتمين بشأن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم تحديدا، والكشيفين نحن نسميهم يمكن بلغة الرياضة، لاكتشاف هذه المواهب وتكون دعم حقيقي للأندية في المنطقة الشرقية بصفة عامة. أسامي كبيرة ورائعة دوما تشارك مواهب، وهي دعوة للكشافين الأندية أنهم يحضرون البطولة هذه، لأن في أسامي تظهر في هذه البطولة ورائعة جدا، يعني أسامي لسه جديدة أعمارهم 18-19 سنة يشاركون وفعلا يقدمون مستوى رائع جدا. يمكن هؤلاء الطلاب زي ما ذكرت أنت أعمارهم صغيرة والمستقبل قدامهم يعني أو متسع، ونحن نتكلم الآن في كرة القدم في عالم الاحتراف، عالم احتراف يقوم على العلمية صحيح. وعلى الوعي وعلى المعرفة. ندخل في عالم الاحتراف وأنا بستغل وجودك حتى وراح نتكلم عن كرة القدم، وبما أنك أنت مريخي وبارك لك التأهل، صحيح أنا برا عن الموضوع، أبارك لك التأهل دكتور سيد. الله يبارك فيك. دكتور، عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري الكليات في الجامعة؟ يمكن انتظمت البطولة في هذا العام ب7 فرق ممثلة للكليات في تنافس حميم، في تنافس عقبي، كلية الإعلام والإنسانيات، كلية القانون، وكلية الأسنان، كلية الصيدلة. كلية الأسنان أو مشاركين بفريقين؟ هذول مشاركين بفريقين عندهم يمكن نجوم بارزين، وأتمنى أنه يلقوا فرصة في الاحترافية وفي التسجيل. أنت جاي كمحايد، لكن أنا جاي وما أقدر أخفي حيادي، يعني أعتذر للمشاهدين، أنا إعلامي وراح أبقى مع كلية الإعلام حتى لو كنت مذيع. الهواء غلاب دكتور. والله الهواء غلاب، لكن أتحدث يعني بمنطقة المحايد، أنا يمكن أنتمي فعلا في مكان محايد، لكن أنا حتى وإن كنت مكان محايد ما أقدر دكتور. نعم صعب، الحب يطغى. والله هذا واحدة من الأهداف الحقيقية لهذه الدورة، رغم الانتماء كل منا لفريق معين داخل الجامعة أو حتى خارج الجامعة بصفة عامة، في التشجيع للأندية الرياضية وللفرق بتاعتنا يكون فيها نوع من التسامح، ونحن نعيش في عام التسامح. ويمكن والله مثال كبير جدا على هذه المسألة وعام التسامح بطولة زايد للأندية العربية، معلش أنا قد أخرج عن الإطار، خلقت نوع كبير جدا من التسامح ما بين الأندية العربية وخلقت جماهيرية كبيرة جدا. أي أنا أعتبر مونديال الفرق لكليات جامعة عجمان غرفة الفجيرة يمكن هو مثال مسقر لبطولة زايد بالتسامح، بالأخلاق الرياضية، بقبول الآخر، بقبول نتائج هذه المباريات، وبالتالي دي قيم نحن نستشفها من خلال هذه البطولة الجامعية. دكتور، أنا كنت موجود معكم السنة الماضية واللي قبلها، أجواء البطولة جدا جميلة، الدكاترة مع الطلاب، الطلاب مع بعضهم من مختلف الكليات، في بعض الروتين الممل اللي يكون موجود أو الروتين العلمي الثقيل اللي يكون موجود في الفترة الصباحية. لما نروح نحن وقت المساء ونروح نشارك البطولة، الروتين هذا كله يطيح، يكون في متعة جميلة بيننا وبين الدكاترة، بيننا وبين زملائنا الطلاب، روح من الحماس، روح من الحب، روح من يعني في شيء مختلف. نعم، هذا النشاط الرياضي واللي هو نشاط مهم جدا في العملية الأكاديمية ولا التعليمية. يمكن في قاعات الدرس قد تكون العلاقة رسمية ما بين الأستاذ وما بين الطالب، لكن صراحة زي ما قلت أنت البطولة جامعة عجمان لدوري الكليات يمكن في مجال كرة القدم تحديدا خلقت رابط وعلاقة قوية جدا ما بين الطلاب، ما بين الأساتذة، ما بين مجتمع الجامعة. فكانوا يعيشوا في جو فيه نوع من الأخوة، فيه نوع من الود، فيه نوع من الإخاء، فيه نوع من الأسلوب يعني جيد جدا في عملية القدوة والقيادة بالنسبة للأستاذ، بالنسبة بالنسبة للطالب. فيمكن دي غلانة جدا في قاعة الدرس باعتبار هي مجال رصين لتقديم المعرفة، لكن في مجال الرياضة يمكن تبرز هذه العلاقات بصورة واضحة. ويمكن دي دعوة يمكن أوجهها لكل مؤسسات المجتمع المشاركة معنا، ده يبرز برضو دور الجامعة في القدرة على التنظيم. دكتور، حتى في وقت الكلاسات أنتم كنتوا تعاملون معاملة الأخ الكبير لإخوان صغار أو معاملة الأب لأبنائه، وكان المعاملة جدا فيها من الحب وفيها من الحنان وفيها من العطاء الكثير اللي نحن جامعة عجمان دوم نقول ولادة للمبدعين في كل المجالات. لا. دكتور، خلينا نروح نشوف وياك تقرير عن دوري الكليات في جامعة عجمان ونرجع نكمل حديثنا إن شاء الله. نشوف التقرير. الفترة دي عاملين بطولة الكليات لكرة القدم، عدد الفرق المشاركة 7 فرق بتمثل كليات المقر، دي النسخة العاشرة للبطولة، والحمد لله دايما بنحاول نطور ونشوف أخطائنا السابقة إيه نحاول نعدلها بحيث نتخطى كل الأخطاء. البطولة الجديد فيها إن إحنا بنخلي البطولة نظام دوري النقط، مش عاملينها نظام بطولة إنه مجموعتين، لا لا لا، بحيث الفرق بتقابل بعضها، بحيث يبقى الاندماج الأكثر بين الطلبة إن إحنا نقربهم من بعض كده. وعندنا أنشطة تانية طبعا زي البلياردو، تنس الطاولة، البولينج، حتى بولينج، الباسكت، كل الألعاب. بطولاتنا الحمد لله كويسة. احنا عندنا بطولة في شهر 4 إن شاء الله برضو في النسخة العاشرة، دي بطولة المؤسسات، بيشارك كل مؤسسات المنطقة الشرقية فيها. دي فرصة احنا بنحاول ايه نعمل الاندماج والتعاون المجتمعي بيننا وبين المجتمع، خدمات للمجتمع، نحاول نقرب كل الناس من بعضها. المؤسسات المنطقة الشرقية كلها أنا بدعوها إنها تشارك معانا زي كل سنة. أيوب يتقدم بالتقدم، يحاول مرور أيوب، لا يمر، تعود الكرة بالمرتدة السريعة من 3 إلى 9 إلى مصعب. أعتقد إنه الرياضة هي جسر للتسامح، والجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم، ونعتقد انه هذه اللعبه هي اللعبه العالميه الاولى، واحده من المناشط الرياضيه التي درجت جامعه عجمان على اقامه دوره كامله لها بين الكليات كواحده من البنيات الاساسيه للعمليه التعليميه في المجال الرياضي. بالنسبة للبطولة طال عمرك جزاهم الله خير كإدارة الجامعة، ما مقصرين من حيث الإعدادات، سواء الأمور الإدارية من حيث على سبيل المثال وجود الطاقم الطبي المتواجد خلال فترة البطولة من أول يوم ولليوم مستمرين، وجزاهم الله ألف خير حتى تواجد الطاقم التدريسي موجود عندنا كهذا. وبالنسبة للإخوة اللاعبين جزاهم الله خير، تلقى هناك الحمد لله حتى للمستوى الأداء تحسن من السنة الماضية لهذه السنة، والدليل على ذلك أنه النتائج قاربة ومتفاوتة. قبل كان في مجال انك تترشح فريق على فريق، اما هاي السنه الحمد لله بسبب التنافس وتقارب المستوى انت ما تقدر تحدد من هو الافضل، لكن نقول انه هو الميدان يا حميده. اليوم الحمد لله هاي مشاركتي الرابعه في بطوله جامعه عجمان مقر الفجيره. طبعا هي بطوله اجواءها جدا رائعه وجميله، وبتقرب الطلاب بين بعضهم، بتكون بين اجواء تبعدنا شوي عن ضغوطات الدراسه واجواء الامتحانات. وطبعا اداره الجامعه ما قصرت معانا بالاحتياجات اللازمه للعيبه والامور اللي اللعيبه بيحتاجوها لبدايه البطوله. رجعنا لكم ونكمل مع الدكتور السيد. دكتور، البطولات هاي اللي تقيم في الجامعات، شو ممكن يستفيد منها الطالب من الناحية العلمية وحتى من الناحية البدنية وغيرها؟ هو بالتأكيد يمكن العملية الأكاديمية والعملية التعليمية لا تستطيع أن تقوم بدون أن يكون هنالك أنشطة لا صفية، لأن العلاقة علاقة تبادلية وعلاقة ديالكتيكية ما بين هذه الأنشطة، وبالتالي الطالب يستفيد منها أنه الطالب نفسه يبرز مواهبه المختلفة، يمكن في الأنشطة المختلفة في الجامعة يبرز مواهبه الثقافية الرياضية وغيرها من المواهب. أيضا ممكن تكون فرصة للطالب نفسه لكي ينضم إلى أندية في المنطقة الشرقية وفي دولة الإمارات أو في قيرة، وبالتالي تبرز هذه المواهب بصورة واضحة وبصورة دقيقة. أيضا يمكن البطولة دي ساهمت في خلق شراكة ذكية ما بين الجامعة وما بين مؤسسات المجتمع المحلي. دكتور، خلينا ندخل في أجواء البطولة. طبعا البطولة تغير نظامها، قبل كان نظام مجموعتين وصارت نظام الدولي، كيف تشوف تغيير النظام هذا؟ أي أمور فنية دكتور، وأنت ما شاء الله عليك دكتور في يمكن الجامعة دون النسخة العاشرة زي ما قلت أنا أصبحت لديها القدرة التنظيمية والإدارية في تنظيم هذه البطولة وغيرها من البطولات المختلفة. يمكن نحن نعتمد على الأقل في القوانين المنظمة لهذه اللعبة على قانون كرة القدم المعروف عالميا أو اللعبة أو القانون المنظم لكرة القدم في دولة الإمارات. ويمكن التطورات اللي بتحدث في يعني يمكن الآن تقنية الفار تقنية جديدة، وبالتأكيد نحن برضه في الجامعة بندخل في تقنيات جديدة وفي طرق أو أساليب جديدة لعملية التنظيم. دكتور، في تقنية فار في البطولة؟ والله نتمنى إن شاء الله في المرات الجاية إن شاء الله. هذه رسالة للأستاذ رمزي مدير البطولة والمشرف عليها، نعم، أنه يدخل تقنية الفار وهو قادر عليها إن شاء الله. فهو الانتقال من نظام المجموعتين إلى مجموعة واحدة ده برضه بيقودنا إلى عملية التطور، وبالتالي يخلق نوع من التنافس العالي جدا ما بين الكليات في اللحاق بالصدارة وركب الصدارة. صح. دكتور، أنا يمكن إذا ممكن أسألك عن نتائج البطولة من المتصدر ومن الوصيف وغيره، يحضرك يعني تتذكر الترتيب الدوري ولا؟ يمكن في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني كلية الإنسانيات والإعلام كانت هي في الصدارة يمكن بفوزها في المباراة الأولى، لأنه كان عندها لعيبة على مستوى عالي جدا من المهارات والذكاء الرياضي، فحققوا نتيجة كبيرة جدا. الأسبوع الثاني يمكن تقدم كلية القانون وكلية الإدارة في الترتيب بتاعهم وبعض الكليات، وده شيء طبيعي، أصلا أنت في منافسة لابد أن يكون هنالك بطل، لابد أن يكون هنالك وصيف أو وصيف يكون هنالك وهكذا، هذا شيء طبيعي في لعبة كرة القدم. مباراة اللي الحين كلية الإعلام قاعد يلعبون دكتور، الحين مباراة النتيجة أنا مو بقادر، يا ليت أحد لو حد من علي جرار زميلنا اللي موجود داخل يشوف النتيجة كم يطمنا. نعم، الحين في هذه اللحظة تقام على الهواء مباشرة مباراة كلية الإنسانيات والإعلام مع كلية الصيدلة إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للفريقين دكتور، وكلية الإعلام الله يوفقهم بعد إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل الفرق. يمكن دكتور تشوف نظام الدوري أعطى حماسية أكثر للبطولة، ولا أنها صارت ممكن يكون في شوية ملل أو روتين ممل للبطولة؟ لأن مثلا في فريق يكون طالع الأخير ولا قبل الأخير لما يلعب مع الأول راح يلعب بدون نفس أو بدون قوة مثل ما يلعب في المجموعة. لا، أنا أعتقد التجربة بتاعت هذه المرة في هذه النسخة العاشرة أنه الدوري يكون من دورة واحدة خلقت نوع من التنافس الكبير جدا، يعني حتى لو فقدت مباراة لسه قدام، لأنه عندنا 7 فرق، حتى لو فقدت المباراة واحدة بالخسارة أو بالتعادل بيكون عندك الأمل إنه والله تلحق بالمباريات القادمة وتحقق انتصار، وده خلى المنافسة يعني جاذبة، والطلاب أو الأبناء اللعيبة يعني عندهم الرغبة في تقديم الأفضل وتحسين مستوياتهم وتحسين ترتيبهم في التصنيف. دكتور السيد، أنا راح أكمل وياك لكن راح نروح لفاصل ونرجع نكمل. مشاهدين الكرام، فاصل بعدها راح نواصل مع الدكتور سيد الحديث عن بطولة الكليات في جامعة عجمان مقر الفجيرة. فاصل بعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حوارنا عن دوري كليات جامعة عجمان مقر الفجيرة، ومع الدكتور السيد محمد عبد الرحمن عضو هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية. دكتور، رجعنا لك مرة ثانية، يا أهلا وسهلا، وأزف لك التحية أو أزف لك التبريكات. كلية الإعلام فايز 3-0، مجريات الشوط الأول الحين مستمرة. يمكن بحكم ودي واحدة من الأشياء المفترض يعني تبرز لنا هذه البطولة. رغم أني أنتمي لكلية الإعلام كعضو تدريس فيها، يمكن على الهواء مباشرة نحن زي هذه النتيجة. الشوط الأول انتهى 3-0، لكن الأهم من ذلك هذه الروح التنافسية اللي شهدتها أنا ما بين اللعيبة. ونجي في نهاية المباراة بنشهد يعني علاقة حميمية جدا ما بين الطلاب كلعيبة مع فرقهم، ما بين الطلاب والأساتذة، وده هم يمكن من النتيجة. دكتور، الأجواء الجميلة اللي تكون حتى مثلا في الصباح أو الكلاسات اللي تكون في الظهر، لما الطالب يدخل ويتحاور مع زميله في كلية ثانية عن مباريات اليوم وعن مباراتهم ضد بعض، ففي نوع من أنواع الحماس بين الطلبة أن منو راح يفوز. نحن كنا على زماننا كنا نخاف نقول لكم بين الدكاترة، كان في نوع من التحدي بعد؟ والله يمكن خلينا نقول المنافسة ذاتها أو الدوري خلق أجواء جميلة جدا داخل الجامعة، ويمكن نلقى هذه القفشات الجميلة ما بين الطلاب ما بين الأساتذة، والتحديات المشتركة ما بين الأساتذة والطلاب، الأساتذة بعضهم وبعض. يمكن حتى هنالك بعض الألقاب، نمبر 1 مثلا للمدرب الأستاذ الفلاني، مورينو للمدرب الفلاني، وهكذا. يمكن حتى اختيار الشعارات الوانه برضو كان فيه نوع من يعني مثلا كليه الاعلام اختارت اللون الاصفر تيمنا مثلا بنادي الوصل. فدي كانت من القفشات والاشياء او الروح الجميله ما بين الطلاب ما بين الاساتذه ما بينهم كلهم. دكتور، فنيا تتوقع البطوله رايحه لمنو؟ سؤال صعب بس بين اثنين او بين ثلاثه. والله خلينا فنيا من خلال القراءات ومعرفتي الجيده بالكره القدم. المستويات متقاربة ما بين فريق كلية الإدارة وفريق كلية القانون وفريق كلية الإنسانيات والإعلام. أنا توقعاتي الخاصة يمكن كلية الإنسانيات والإعلام وكلية القانون يكونوا في المباراة النهائية، بحكم أنه الفريقين يمتلكوا مواهب جيدة وبيلعبوا في أندية، سواء كان أندية دوري الخليج العربي أو الدرجة الأولى والدرجة الثانية والوسيطة كما يسمى. نقطة حلوة دكتور، لما في لعيبة يلعبون في أندية دوري المحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، فهاي يعطي قوة للبطولة كبيرة. يعني أنت ما قاعد يلعب لك أي لاعب، لا أنت قاعد يلعب لك لاعب محترف يلعب في دوري الخليج العربي أو حتى قاعد يلعب في دوري الدرجة الأولى. القيمة الفنية للبطولة لعيبة محترفين، أو يعني لما دوري المحترفين يكون لاعب محترف. نعم صحيح كلام. يمكن دي سانحة برضو، أنا اشتركوا معنا إخوة من المدربين في قيادة المنطقة الفنية لهذه الفرق، وهم مدربين على أندية المنطقة الشرقية. وجود اللعيبة برضو في كأس أو في دوري الخليج العربي أدى فرصة إنه يطوروا مهارات زملائهم اللعيبة اللي قد لا يجدوا فرصة أو ما وجدوا فرصة إنه يكونوا هم يعني لعيبة في الأندية. ده برضه بيخليني أو يقودني إنه هؤلاء اللعيبة اللي بيمثلوا الأندية في كأس الخليج وفي الدرجة الأولى في الدرجة الثانية، إنه برضه لهم تأثير حتى هم على مستوى الأندية بتاعتهم، باعتبارهم هم طلاب جامعيين، وبالتالي قدرتهم على الاحترافية أو ممارسة كرة القدم كنشاط وهواية أو ممارسة عامة. البعد الأكاديمي بيصقل هذه المسألة، وبالتالي ينعكس على الأندية بتاعتهم، ينعكس على زملائهم برضو في الجامعة. فالعلاقة علاقة يعني تعاون، علاقة بتاعت شراكة، وعلاقة ديالكتية ما بين هؤلاء اللعيبة والأندية بتاعتهم والفرق بتاعتهم. نعم دكتور، البطولة هي بنظام الدوري، لكن فيها المباراة فاصلة بين الأول والثاني ولا هي تحسم بالنقاط؟ هي تحسم بالنقاط، لكن نلاحظ الآن تقدم النقاط لهذه الثلاثة فرق ذكرتها سابقا اللي هي القانون والإدارة والإنسانيات والإعلام، يعني هذول يمكن متقدمين في النقاط. ودل التوقع العام انه هذول الثلاثه يصلوا يمكن بمستوياتهم الجيده للمباراه النهائيه. يعني دكتور، يوم الاثنين اذا مشت النتائج مثل ما هي راح تكون قمه بين كليه الاعلام وفريق القانون. بالتاكيد، وده يمكن المتوقع من خلال الاداء الفني، لكن الواقع يمكن بالامس شهدنا مباراه يعني مباراه رائعه جدا ما بين كليه طب الاسنان الف وكليه الاعلام، وكان المتوقع انه كلية الإعلام والإنسانيات تفوز، لكن واقع الميدان واقع المباراة يعني يمكن عكس شيء مختلف بعض الشيء. دي توقعاتنا احنا من قراءاتنا للنواحي الفنية، لكن الميدان قد يكون له دور في هذه المسألة مختلف يعني. نعم. الدكتور السيد محمد عبد الرحمن، عضو هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية، شكرا لك ونورتنا يا دكتور أستاذي الفاضل. يمكن أنا سعيد بهذا اللقاء، ويمكن عبركم أقدم الشكر الجزيل لإدارة الجامعة التي تدعم هذه البطولة سنويا وباستمرار، والشكر عبركم برضو لكل مؤسسات المجتمع ساهمت في نجاح البطولة. يمكن أنا ما أقيم أقول نجاح، لكن بالتأكيد الآخرين يقيموا هذه المسألة يقولوا النجاح. وفي مقدمة هذه المؤسسات يمكن قناة الفجيرة وتلفزيون الفجيرة والصحف السيارة وبعض المؤسسات الأخرى وبعض الشخصيات ذات العلاقة بالنشاط الرياضي أو كرة القدم تحديدا. شكرا لك دكتور، وهذه قناتك حياك الله، نورتني يا دكتور. حياك الله، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، راح نروح وياكم للشارجة وراح نشوف الحفل السنوي لغرفة تجارة وصناعة الشارجة اللي كان خاص لتكريم موظفيها والإعلاميين والموردين، أقيم في مركز اكسبو الشارجة وبحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارجة ورئيس مركز اكسبو الشارجة، وسعادة عبد الله دعفيس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وسعادة يوسف محمد المدفع الرئيس التنفيذي وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارجة وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والإعلاميين. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. شكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحفيز الناس على التعليم، على الاستمرار في التعليم، فهذه كلمة معبرة بأن على كل إنسان أن يعلم نفسه يوما بيوم. وكلمة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة اللي بنى مدينة للتعلم، مدينة للتعليم، مدينة للتدريب، وهذا كل اليوم اللي شفناه اليوم من الناس اللي تم تكريمهم الحائزين على مؤهلات علمية. لولا وجود مدينة جامعية تخدم هذا الهدف لما الإنسان وصل إلى ما وصل إليه، فلهم كل الشكر والتقدير، وأيضا لشركائنا الاستراتيجيين معنا ولجميع العاملين في جميع المؤسسات، غرفة التجارة والمؤسسات التابعة لها في الحلف السنوي لعام 2018 في تكريم الشركاء، في تكريم الإعلاميين، في تكريم للموظفين، في تكريم يشمل جميع الفئات، فئات جائزة الشارقة أو جائزة الغرفة للمتميزين، فلهم كل التهنئة ولهم كل التوفيق في أعمالهم. كذلك الجائزة شملت الناس الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، تهدف الغرفة من خلال هذه الجائزة كذلك بأن تنمي روح العمل المشترك، روح طلب التعليم، الاستمرار في التعليم، لذلك في أكثر من جائزة تشمل هذا الحفل. نحرص جميعا أن نكون احنا متواجدين في هذا الحفل مع زملائنا موظفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة لها. مثل ما شفت معنا اليوم والزملاء الحاضرين، أخذنا النمط القديم لمركز اكسبو الشارقة لإحياء جزء من أنشطة الغرفة خلال السنوات الماضية التي مرت على تاريخ ومسيرة عمل مركز اكسبو الشارقة. كذلك حرصنا بأن يكون الجميع مشارك لإبراز دور وأهمية الاحتفاء بالموظفين، تكريم الموظفين المتفانين في أعمالهم، كذلك توديع الناس الذين عملوا معنا لسنوات طويلة ونقول لهم شكرا لكم والله يوفقكم وبارك الله فيكم. من الشارجة راح نروح وياكم للرياض وراح نشوف مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في فعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران اللي كان برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز. ويقام المعرض هذا في نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة. راح نعرف تفاصيل أكثر معي عبر الهاتف الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير أخ عبد العزيز، وشكرا على الاستضافة. لو تحدثنا عن المعرض السعودي للطيران وأهمية المشاركة فيه وأهمية مشاركتكم فيه. ما ادري يا اخي عبد العزيز، بس اذا بتسمح لي بس اعطي يعني المشاهد يعني نبذه مبسطه عن برنامج الامارات الفضائي قبل ما ندخل في المشاركه. تفضل. طبعا مثل ما يعرفون الساده المشاهدين يعني دوله الامارات يعني ارتأت ان الفضاء والانشطه الفضائيه جزء من حاضر ومستقبل الامارات، استثمرت في القطاع الفضائي ولله الحمد اليوم عندنا تقريبا يعني اكبر قطاع فضائي على مستوى منطقه الشرق الاوسط من حيث عدد الاقمار الصناعيه. حاليا دوله الامارات عندها يعني 10 اقمار صناعيه ويجري العمل ايضا على عدد من الاقمار الصناعيه. دوله الامارات ايضا عندها تقريبا حجم الاستثمارات ما يتجاوز 22 مليار درهم في هذا القطاع. كذلك مثل ما تعرفون اخوي عندنا يعني مهمه استكشافيه للمريخ اللي هو مسبار الامل، وهذا اول محاوله واول مهمه عربيه اسلاميه لاستكشاف الفضاء الخارجي وخاصه الكوكب الاحمر. كذلك ايضا عندنا برنامج رواد الفضاء، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه اليوم استقبل رواد الفضاء. وكذلك ايضا عندنا يعني تشريعات، وعندنا جامعات لله الحمد 3 جامعات حاليا توفر درجات علميه في مجال الفضاء، وايضا عندنا 4 مراكز بحثيه متخصصه في الفضاء وفي علوم الفضاء وتقنيات الفضاء. وللامانه يعني القطاع يعني نشط وحيوي ويحظى برعايه كريمه من القياده الرشيده، وتوجد له خطط واستراتيجيات وسياسات، وكذلك يعني فريق حريص على تنفيذ هذا الانشطه الفضائيه ويجمعهم هدف واحد وهو رفع دوله الامارات العربيه المتحده. نعم. اخوي عبد العزيز، نحن مشاركتنا في المعرض السعودي للطيران طبعا نتيجه العلاقه الاستراتيجيه بين دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه، يشرفنا طبعا الحضور في هذا المعرض، وكذلك ايضا تمثيل الدوله في الجانب الفضائي وهو يعني عرض والتعريف برنامج الامارات الفضائي، وكذلك ايضا الالتقاء بالاخوه والمختصين سواء كانوا من الخبراء والمشاركين في المؤتمر او من نظرائنا في المملكه العربيه السعوديه يعني اللي قبل حوالي 2 شهرين ولله الحمد يعني اسسوا هيئه للفضاء يرأسها سمو الامير رائد الفضاء العربي الامير سلطان بن سلمان. طبعا العلاقات الاماراتيه السعوديه هي متينه ومتعاونه في كل المجالات، لكن طبيعه العلاقات والتعاون في مجال الفضاء بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه. طبعا اخوي عبد العزيز، الفضاء يعتمد على الشراكات، وسواء كانت يعني شراكات محليه او شراكات يعني اقليميه او شراكات دوليه. ونحن طبعا مهتمين في الجانب هذا ونشيطين في عمليه الشراكات وعمليه نقل المعرفه والتقنيات للدوله، وكذلك ايضا استفاده الاخرين. نحن ولله الحمد اصبحت عندنا خبره يعني ومعرفه في هذا الجانب نتيجه العمل الطويل يعني على مدى تقريبا حوالي 20 سنه الدوله لديها برامج وانشطه فضائيه، فاصبحت يعني لدينا يعني امكانيات في هذا الجانب، وعملنا مع الاخوه الاشقاء سواء كان في دول الخليج مملكه البحرين مع المملكه العربيه السعوديه، وكذلك ايضا مع بعض الدول العربيه في مشاركه تجربتنا في القطاع الفضائي وخاصه مرحله التاسيس ووضع الخطط والبرامج. ولله الحمد يعني نجحنا مع الاخوه في البحرين اسسوا يعني هيئه للفضاء، وكذلك ايضا بالاخوه في السعوديه. فحاليا التعامل طبعا يعني وثيق مع السعوديه في مجال المشاريع الفضائيه. حاليا ان شاء الله يعني بيننا لقاء قريب اعتقد على هامش المؤتمر ان شاء الله بيكون هناك فرصه للالتقاء بالاخوان في الهيئه الجديده. نتمنى لكم وبحث يعني مجالات التعاون وتفعيلها. طبعا التعاون قبل كان مستمر، وكان ايضا يعني تبادل الزيارات تبادل الخبرات لا زال مستمر، وان شاء الله يتم مستمر. جزاكم الله خير، ودوما نحن فخورين باللي تقدمونه. شكرا لك سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء. شكرا لك. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك. حياك الله. في امان الله. حياك الله. مشاهدينا راح نروح للرياضة. طبعا كيف ما ذكرنا لكم الرياضة هي جزء مهم في حياتنا، نقدر نتقدم فيه ونقدر نحافظ على كثير أمور في حياتنا بالرياضة. وهو إعلان اللجنة المحلية اليوم الرياضي الوطني في الفجيرة راح ينظمون 61 فعالية رياضية يشارك فيها هذه الفعاليات كافة أبناء المجتمع، وتنطلق يوم الخميس القادم إن شاء الله 7 مارس الحالي. نتابع معاكم في هذا التقرير. فريق العمل ما زال مستمر على تعديل وتنقيح الجدول وتوفير أدق المعلومات. بشكل عام الفريق جاهز. الفعاليات تقريبا تم تحديدها 44 موقع، منهم 15 خارج المدينة، وهذا طبعا شيء جديد بالنسبة لليوم الرياضي. عندنا 61 نشاط ب 45 فعالية، 42 جهة مشاركة، منها طبعا 15 مؤسسة حكومية واتحادية، حكومة محلية وحكومة اتحادية، 17 نادي، إلى جانب قطاعات مختلفة خاصة. هدفنا طبعا الوصول إلى أكثر من 8000 مشارك في اليوم الرياضي. احنا متأملين بنجاح منقطع النظير. السنة طبعا راح تكون بدايتنا مع مطلع الفجر، شمس الإمارات تطلع من الفجيرة من البحر، والبحر كان مصدر رزق للإماراتيين، فتبدأ الانطلاقة على بداية طلوع الشمس اللي هي تقريبا 26 دقيقة مباشرة بعد صلاة الفجر. نتمنى ونتأمل أن الفعالية تستمر لغاية الساعة 11:30 بالليل، لوجود بعض المباريات، بعض التحديات الرياضية اللي هي ممكن تأخذ وقت أطول. كذلك احنا مهتمين بشكل كبير في تنقل ونقل شجرة التسامح، شجرة الغافة. هناك 48 شجرة تيمنا بالعام 48 لدولة الامارات العربية المتحدة اللي راح نحتفل فيه في هذا العام ان شاء الله، بتم تداولها على مستوى الامارة، ونتوقع ان تنتقل اكثر من 250 كيلومتر كمسافة. طبعا بما ان نحن نتكلم عن اليوم الرياضي الوطني في الفجيره ومشاركه اداره الدفاع المدني في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، راح نعرف عن مشاركتهم اكثر. خلونا نرحب هنا في الاستوديو معاي سعاده العقيد خالد ربيع الحمودي، نائب مدير اداره الدفاع المدني في الفجيره. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. والمقدم الدكتور راشد عبيد الجليلي، رئيس قسم الاستراتيجيه في اداره الدفاع المدني بالفجيره. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا مرحبا. استاذ خالد، خلينا ابدا معاك ونتكلم عن نوع المشاركه اللي راح تشاركون فيها إن شاء الله في اليوم الرياضي بالفجيرة، اليوم الرياضي الوطني بالفجيرة. بارك الله فيك. طبعا في البداية نشكر حرصكم على تغطية الفعاليات الوطنية. طبعا في أنشطة متنوعة عندنا احنا في المشاركة هذه، بتكون من ضمنها اللي هي فعالية الجري وفعالية المشي، كذلك فعالية شد الحبل، وعندنا كذلك اللي هي الكرة الطائرة، وعندنا اللي هي مسابقة تحدي رجل الإطفاء بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نعم. أستاذ الدكتور راشد، خلينا نتكلم عن الأماكن العقائد فعاليات الخاصة بالإدارة، الأماكن اللي ممكن راح تقام فيها الفعاليات إن شاء الله الخاصة بإدارة الدفاع المدني. إدارة الدفاع المدني الفجيرة دائما تشارك بجميع المشاركات المجتمعية، سواء كانت هي رياضية أو مجالات الابتكار أو مجالات البيئية. بنتكلم إن شاء الله عن المجال الرياضي، بيتكلم سعادة. الأماكن اللي ممكن راح تنعقد فيها الفعاليات الخاصة بإدارة الدفاع المدني. نعم، الأماكن عندنا نحن مكانين محددين طال عمرك، اللي هو مسجد الشيخ زايد الله يرحمه، وعندنا في مبنى الإدارة الواقع في منطقة سكامكم بإذن الله تعالى سوف تقام فيها الفعاليات. الفعاليات تبدأ في تمام الساعة 8 إن شاء الله. دكتور راشد، الحديث عن مشاركتكم في مسابقة الهاكاثون اللي تشاركتوا فيها، لو تكلمنا عن المشاركة هذه. الحمد لله ما شاء الله إدارة الدفاع الفجيرة بناء على توجيهات من سعادة اللواء جاسم مرزوقي قائد عام الدفاع المدني، وبالدعم من مدير سعادة العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع الفجيرة، بالمشاركة المجتمعية بمختلف أنواع المشاركات المجتمعية. طبعا في مجال الابتكار، تحقيق استراتيجي وزارة الداخلية في مجال الابتكار، شاركنا في هاكاثون الإمارات فريق من الدفاع المدني شارك في هاكاثون الإمارات في إمارة الفجيرة بيانات من أجل السعادة، شاركنا في عنوان الخوذة الذكية. الحمد لله إمارة الفجيرة حصلت تقريبا على 65 فكرة ابتكارية في هذا الهاكاثون، تعتبر من أعلى الإمارات في عدد الأفكار الابتكارية. تم تقييم هذه الفكرة الابتكارية الخوذة الذكية اللي تقدمنا لها، وتأهلت الحمد لله على الحفل الختامي اللي صار في دبي في جامعة زايد. تم إعلان النتائج هناك الحمد لله. على المستوى حصلنا على المركز الثاني على من ضمن الأفكار الابتكارية اللي قدمت، وهذا الحمد لله بناء على دعم من القائد ومن توجيهات الموجوده عندنا، وان شاء الله احنا ما نرضى بعد بالمركز الثاني، ان شاء الله المرات الجايه ان شاء الله بتكون المركز الاول باذن الله. ان شاء الله دوما موفقين. خلونا نتكلم عن اليوم الرياضي ونرجع معك سعاده العقيد خالد، وشو الأهمية اللي ممكن تضيفونها في مشاركتكم في اليوم الرياضي؟ في كثير من المؤسسات الخاصة وحتى الحكومية شاركت، صحيح. كيف تشوف أن أهمية مشاركة هذه المؤسسات في اليوم الرياضي؟ طبعا إدارة الدفاع المدني جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونحن نهتم دائما بالمشاركات المجتمعية، وما ننسى أن رجل الإطفاء يعني العنصر الأساسي في متابعة أعماله وقيامه بالمهام اللي هو اللياقة البدنية العالية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. فالرياضة جدا مهمة حتى بالنسبة لنا احنا في عملنا، مو بس يعني، ولا ننسى نحن من الجانب الآخر أن هذه مناسبة وطنية. المناسبة الوطنية يحتم على كافة الجهات والمؤسسات المحلية سواء والحكومية والخاصة المشاركة فيها وإنجاحها، وهذا يعني اهتمامنا الدائم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات. طبعا كيف ما قلت ان على يعني بشكل عام على رجل الدفاع المدني ان لابد ان يكون متواجد، لابد ان يحافظ على لياقته، كونه يشارك. كل هذا الفعاليات او الانشطه الرياضيه الخاصه فيهم راح تكون ممكن على الاشخاص الثانيين المشاركين في اليوم الرياضي يمكنهم يشاركونها مع رجال الدفاع المدني ان شاء الله؟ نعم، احنا ندعو من هذا المنبر كافه شرائح المجتمع في معرض الفجيره بالمشاركه في هذه الفعاليه اللي بتنطلق باذن الله تعالى في 7 مارس يوم الخميس امام مسجد الشيخ زايد باذن الله تعالى. فعاليه المشي والجري راح تكون في الساحه الخارجيه لمسجد الشيخ زايد، فعاليه شد الحبل والكره الطائره ومسابقه تحدي رجل الاطفاء بتكون عندنا في مبنى الاداره باذن الله تعالى منطقه سكمكم. طبعا لعبه الطائره هي معروفه عندنا بس في رمضان، يكون حلو لما تكون قبل رمضان. نعم نعم. وشد الحبل بعد حلو. مشاركه المجتمع في الامور هذه انهم يشاركون رجال الدفاع المدني ويختلطون معاهم في الامور هذه. هي المسابقة أو الفعالية هذه اللي طبعا أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اللي هي بتخصيص يوم رياضي وطني تنخرط فيه كافة شرائح المجتمع للتآلف وبث الروح الإيجابية والسعادة بين الناس كلها. فلذلك نحن نحرص على هذه المشاركة وإبراز الفعالية يعني بشكلها الصحيح إن شاء الله تعالى. خلينا نتكلم معك الدكتور راشد. طبعا فزتوا بالمركز الثاني وهذا شيء طيب، وإن شاء الله تطمحون للمركز الأول. كيف كانت مشاركتكم وكيف إن شاء الله الأمور اللي على قدام ناويين تسوونها وتشاركون في هاكاثون القادم إن شاء الله تعالى؟ احنا عندنا في الاداره عندنا فريق للابتكار مشكل فريق، وعندنا طبعا البيئه اللي عندنا في الاداره عندنا مهيئه للابتكار من ضمن البرامج الموجوده، من ضمن الدورات اللي نلحقها بالموظفين في تحفيز الابتكار وفي آلية التكريم وغيرها من الاشياء. ندعم طبعا الموظفين عندنا في امور الابتكار، احنا ما نشارك روحنا بنفسنا، ممكن حتى نسير مع الجامعات مع الهيئات الثانيه اللي تساعدنا في الابتكار هذا. والحمد لله عندنا فريق في الاداره مشاركين وعندنا نتائج قديمه، وبالاضافه للنتائج الحاليه في ابتكارات طلعت، في براءات اختراع تقدمنا لها والحمد لله. كيف شفت أهمية الابتكار في المجال هذا؟ طبعا كان انخراط كبير من المجتمع، من الجامعات، من المدارس، من الطلبة مشاركتهم في الهاكاثون. تشوف أهمية الدفاع المدني في ابتكار الحلول؟ يعني دوركم جدا حساس وجدا مهم على أمن وسلامة المجتمع. أهميتكم في المشاركة، وأنتم مش مجبورين لكن أنتم بنفسكم تشاركون ما شاء الله وفزتوا بالمركز الثاني. كيف تشوف أهمية مشاركة الدفاع المدني في هذا المجال بالأخص هو الابتكار؟ طبعا الدفاع المدني يعتبر جزء من المجتمع مثل ما تكلمنا، بالمشاركة بهاكاثون الإمارات الفجيرة مش مجرد بس قدمنا فكرة ابتكارية وفزنا عليها، احنا قدمنا استشارات للفرق الموجودة تقريبا 65 فكرة 65 فكرة طرحت في إمارة الفجيرة. قدمنا لبعض المجموعات أفكار ابتكارية وغيرنا اتجاههم، غيرنا متوجههم، والحمد لله تأهلت الفرق هذه، يعني مش مجرد فكرة ابتكارية قدمناها فقط، بل أن دعمنا المجموعات الموجودة هناك في تغيير أفكارهم، في دعم أفكارهم ببيانات، في بنتائج، بناء خبرتنا في مجال السلامة. موفقين خير إن شاء الله. واليوم الرياضي يوم الخميس، هاي دعوة باذن الله تعالى تشارك، وان شاء الله نكون متواجدين ونشارك ان شاء الله. نتمنى تشاركوا ويانا انتم بعد هنا ان شاء الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لك العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير اداره الدفاع المدني في الفجيره، شكرا لك. وشكرا للمقدم الدكتور راشد عبيد اليليلي رئيس قسم الاستراتيجيه في اداره الدفاع المدني بالفجيره، شكرا لكم. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل من بعده راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا، نروح وياكم لدبي ونشوف اختتامية فعاليات النسخة الأولى من بطولة الشركات، من بطولة الألعاب الرياضية للشركات اللي كانت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي. خلونا نشوف تفاصيل أكثر معاكم هالتقرير. أنا بكل الشركات اللي عندي كنت دائما بحب أعمل نشاطات رياضية للموظفين، ولمست التأثير الإيجابي عند الموظفين، ولمست روح الفريق وروح التعاون كيف نمت لما قدمنا النشاط الرياضي، فحبيت أعمل شركة تتخصص بهذا المجال لحتى يكون الفائدة أكبر وكل الشركات الموجودة في دبي وفي الإمارات تستفيد من هالميزة. إن شاء الله نحن هي أول نسخة بنقدمها هلا وكانت كثير ناجحة، وإن شاء الله حتكون هي حدث سنوي حيكون بدبي، وكل سنة حيكون أكبر من السنة اللي قبلها. النسخة القادمة إن شاء الله تكون نسخة عالمية، حنحاول نستقطب الشركات من خارج الدولة مشان تشارك معنا وتستثمر، كمان تتعرف على دبي وبيئة الاستثمار فيها. هذا هدفنا الرئيسي نحن، انه كمان نستقطب شركات من خارج الدولة. حيكون في بطولات لكرة القدم، حيكون في بطولات لكرة السلة، حيكون مختلف الألعاب الرياضية، وحيكون في ايام نشجع يعني على كل شركة تعمل سبورتس داي لموظفينا وتشجع يعني الامبلويز ويل بينج. نفخر بمشاركتنا في هذه البطولة الرائدة من نوعها اللي هي الألعاب الرياضية للشركات بأكثر من 100 موظف وموظفة في أكثر من 12 لعبة، ونحن نؤمن أن الرياضة هي أفضل السبل وأفضل الطرق لتوحيد الأفكار والعواطف وتوحيد العلاقات ما بين فريق العمل في داخل المؤسسة وفي خارجها، وبالتالي نشر المحبة، السعادة والتسامح بين ربوع الوطن. تولرنس ان اكشن هي منبع الرياضة، هي من أساسيات التسامح لأنها توحد القلوب، تجيب الناس لبعضها، تكسر الحواجز النفسية فيما بينهم، فبالتالي أعتقد هذا العنوان إنما يدل على روح المحبة وروح التسامح التي تتميز فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. رجعنا لكم مشاهدينا وحديثنا عن الرياضة ما زال مستمر، من الرياضة إلى الرياضة. وطبعا كيف ما شفنا في التقرير السابق كانت فعاليات رياضية جميلة شفناها في دبي، وقبل كذا تكلمنا عن اليوم الرياضي أو اليوم الرياضي الوطني، وراح نعرف تفاصيل أكثر عن مشاركة مركز المغامرات بالفجيرة في اليوم الرياضي. معاي هنا الأستاذ عمرو زين الدين منسق الموارد البشرية والمشاريع في مركز الفجيرة للمغامرات. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا فيك، نورتنا. يا حيا، كيف الأمور؟ الحمد لله. كله قاعد أتكلم اليوم أغلب ضيوفنا عن اليوم الرياضي ومشاركتهم اليوم الرياضي الوطني، وفعاليات رياضية كثيرة قاعد تشهدها الدولة، مختلف الدولة من أبو ظبي حتى الفجيرة. لو خلينا أول شيء نتكلم عن مشاركتكم في اليوم الرياضي. نعم. شو هي مشاركتكم في اليوم الرياضي الوطني إن شاء الله؟ طبعا في البداية مركز جبل المغامرات من أهدافه الأساسية اللي هي نشر روح الرياضة والمغامرات في جميع أطياف وفئات المجتمع. مشاركتنا مميزة بأنها ممتدة على مستوى إمارة الفجيرة ومناطق مختلفة. طبعا بالمشاركة مع وزارة الداخلية ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والمجالس المجتمعية عندنا عدة فعاليات. الفعاليات الأولى بتكون فعاليات رئيسية موجودة اللي هي فعالية في حديقة المغامرات بالفجيرة، وفعاليات أيضا في البدية وطويين، ومن ذلك أيضا فعاليات أخرى في منطقة حبحب وسيجي وأيضا مناطق أخرى موجودة. إن شاء الله. أهمية الرياضة، وشوف دوما لما تكون في الرياضة خارجة عن الروتين اللي هي بالمغامرة ولا فيها نوع من أنواع المغامرة، الواحد يحس بالتحدي بينه وبين نفسه ويشارك فيها. أكيد. وكله متعة وكله حماس. نعم. ما يحس بالملل. فكيف تشوف الأهمية هاي، أهمية المغامرة في الرياضة؟ طبعا اخوي عبد العزيز، الحين الفكره ان اغلب الناس تحاول تسوي رياضه بشكل دائم، وتشوف الناس توجد صعوبه. صحيح. فالمغامره او رياضه المغامره فيها عده اشياء مختلفه او مميزه عن باقي الرياضات العاديه. مثلا رياضه المغامره تحتاج اصرار وعزيمه. صحيح. يوم الشخص حاب يبدا اي نوع من اخر المغامره، مثلا مثال بسيط، رياضه الدراجات الجبليه، ممكن الشخص يشوفها صعبه جدا، ولكن مجرد ما بدا فيها صار عنده مثل ما نقول دخل في هذا العالم. هو عالم احنا نسميه عالم المغامره، مختلف عن اي رياضه اخرى. طبعا عده انواع مختلفه من رياضات المغامرات، لكن مثال بسيط نفس ما قلنا رياضه الدراجات الجبليه، اذا دخل فيها الواحد كبدايه طبعا عالم اخر، بدا فيها بشكل مستمر، وايضا يعني حاب يطور من نفسه في تحدي. هذا هو عامل التحدي، هذا عامل رائع جدا. صحيح. وهدفنا نحن مشاركتنا في اليوم الرياضي ليس فقط في يوم واحد، احنا من اهدافنا ان في هذه المناطق ايضا واستهداف جميع فئات المجتمع، ان هذا تكون الرياضه بشكل دائم لتصبح الرياضه عاديه مستمره. نعم. هو يوم يذكرنا ان نحن لابد ان نحن نستمر في الرياضه. صحيح. ونبدا نمارسها. هو يوم للتذكير، يوم ان المجتمع كله ينخرط ويسوي الرياضات الموجوده. نعم. الانواع الرياضات اللي ممكن تشاركون فيها في اليوم الرياضي ان شاء الله. يعني عندنا عده رياضات، مثلا في حديقه الجبل المغامرات عندنا رياضه الكاياك. رياضه الكاياك عباره عن هي القوارب، تجديد القوارب. نعم. الهايكينج، الدراجات الجبليه، وايضا عندنا عده فرق مشاركه، اشياء مميزه. مثلا عندنا في ان شاء الله بيكون الساعة 4 مساء للسادسة مساء، بيكون طبعا هذا دعوة لجميع سكان إمارة الفجيرة من داخلها وخارجها أيضا للمشاركة في هذه الفعاليات. بيكون عندنا طبعا رياضات مميزة قليلا اللي هي هذا اللي يميزكم من باقي المؤسسات الأخرى. نعم. احنا شيئين يميزوننا بشكل كبير اللي هو مشاركتنا في مناطق مختلفة. مثلا مشاركتنا في حديقة الفجيرة المغامرات بيكون عندنا فريق سيدات حكومة الفجيرة، هناك بيسوون تحدي بينهم بين البعض في حديقة الفجيرة للمغامرات. وايضا عندنا مشاركة ايضا بيكون ان شاء الله في ورشة عمل رياضة اليوغا اللي هي سانست يوغا. اليوغا حلو. نعم. انواع الرياضه اللي عندنا لجميع فئات المجتمع، حتى ايضا عندنا مشاركه من ذوي الهمم ايضا في حديقه الفجيرة للمغامرات في هذا اليوم. كيف راح تكون مشاركه اصحاب الهمم معكم؟ طبعا بيكون في طريقه مختلفه، في انواع حسب نوع الاعاقه طبعا، لكن عندنا مشاركه بسيطه اللي هي مثلا التحدي البسيط بينهم، مثل رمايه السهم، يعني اشياء رياضات. يا اخي الرياضات عفوا كثيره. نعم. لكن الواحد احيانا لما يرجع من الدوام يخلص يكون كسلان مكسل عاده، ما وده يشارك في الرياضات هذه. بالضبط. اليوم انا اشوف خاصه مشاركتكم فيها تنوع حلو، في عندك اليوغا، في عندك ركوب الدراجه في المناطق الجبليه، في عندكم القارب اللي راح يكون في البحيره ان شاء الله، في تنوع يعني حتى انك هذا الهدف. طبعا دائما حتى اصدقائي دائما يسالوني انت كيف دائما عندك الطاقه تسوي رياضه حتى بعد الدوام؟ اقول لهم دائما انت لازم تجد المتعه في ممارسه الرياضه، مو بان تروح تشارك في جيم او مثلا تروح تركض 4 ساعات 5 ساعات، مو بلازم. شوف في بعض الهوايات تكون الواحد يمارسها ما يحس بالملل، لكن اتكلم عن رياضات ثانيه، في رياضات حلوه اللي هي تسلق الجبل وغيرها، لما الواحد يمارسها ما يحس بالملل، لا يحس بالاثاره. فهي دعوه لي والجميع المتواجدين هنا، الروتين قتلنا نحن، لازم نشارك ان شاء الله ونطلع معاكم. اكيد دائما في شيء بسيط اسويه دائما انا، يعني حتى لو كان عندي يوم صعب، يوم طويل ما قادر فيه اسوي رياضه، اعتمد على الساعه اللي عندي او التليفون، احاول دائما اوصل ل 10,000 خطوه. هذه طبعا، وبالاضافه الى عمل نظام غذائي متزن طبعا. اهم شيء انا ابى اسالك سؤال مهم، يوم الخميس طبعا الصبح احنا دوامات، صعب أن نطلع. فعالياتكم متى راح تكون إن شاء الله؟ تبدأ من الساعة 8 الصبح في جميع المناطق إلى الساعة 6 مساءً. يعني في وقت، ما في أي عذر أبداً. هذا ما في أي عذر، أنا أوجه رسالة إلى الجميع الزملاء ما عندهم عذر، يعني إذا كنت مشغول الصبح فأنت العصر لازم تكون موجود إن شاء الله. أكيد، بيكون عندنا عدة فعاليات مختلفة في جميع المناطق، حتى سوينا مثل مبادرة اللي هي في بعض أهالي المناطق قالوا من الصعب جداً إحنا نجيكم مناطق بعيدة من خارج إمارة الفجيرة، فما مشكلة، مشاركة المجالس المجتمعية، سوينا كرة الطائرة، شد الحبل، كرة القدم في جميع المناطق البعيدة يعني. حلو اللي فيكم ان الرياضة اللي انتم طارحينها رياضة مختلفة، يعني الكبير في السن ممكن يشارك، الصغير صغار السن ممكن يشاركون، حتى رياضة اليوغا هي رياضة بصراحة حلوة وايد، يعني دوما كنا نسمع عنها نبغى نمارسها ما في مكان. توجيهات صاحب السمو طويل العمر الشيخ محمد الشرقي الله يحفظه ويطول بعمره، دائما شاركوا جميع اطياف المجتمع من وافدين ومقيمين ايضا وصغار وكبار، ان محتاجين انها الرياضة تنتشر بشكل كامل. حلو الاهتمام اللي نشوفه من القيادة حتى في ابسط الاشياء الصغيرة اللي هم قاعد يلامسونها، فالله يحفظ سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والله يمده بالصحة والعافية. التنوع اللي انتم موجودين فيه من يوغا، انا دوما قاعد اركز على اليوغا لاني رياضه بمارسها، فاليوم الرياضي ممكن فرصه اني انا ابدا امارسها. اكيد يا مرحبا. وين راح تكون اليوغا ان شاء الله؟ في حديقه الفجيرة للمغامرات. حديقه الفجيرة للمغامرات. الوقت؟ ان شاء الله بتكون من الساعه 5 للسادسه مساء. ممكن تكلمني عن رياضه اليوغا ولو ان في هي تفضل. رياضة اليوغا هي أغلب الناس تشوف أن اليوغا فقط تأمل وإلى آخره، لا، رياضة اليوغا فيها عدة مراحل، المرحلة الأولى يبتديها الشخص بأول شيء اللي هي تجمع بين الجسد والعقل والروح. أستاذ عمر، اليلسة هاي اللي ريل فوق ريل مثل الأوزان الزايدة اللي مثلي ممكن نقعد عليه ولا صعبة؟ أكيد أكيد طبعا في مراحل بس ما قلنا، مثل أي شيء تبدأ بالأشياء المبتدئة البسيطة تتطور. طبعا عندنا عدة أشخاص، بعطيك مثال بسيط عندي من أصدقائي طبعا. ليش رياضة اليوغا بالذات؟ رياضة اليوغا كانت هو سألني قال أبى أسوي رياضة بس ما قادر أروح جيم، ما قادر أركض، ركبي تعورني، ما قادر أركب دراجة إلى آخره. قلت له ابتدي بشيء بسيط، رياضة اليوغا مثلا. قال ممكن أنزل وزني؟ قلت له طبعا، لأن أنت عن طريق التنفس، عن طريق التفكير الإيجابي، عن طريق ابتدي في بداية الطريق، مشوار الألف ميل يبتدي بخطوة، صح؟ يبتدي في البداية. طبعا الحين ما شاء الله نزل أكثر عن 30 كيلو ما شاء الله برياضة اليوغا. رياضة اليوغا ورياضات أخرى طبعا. اقعد وفكر وحل مشاكلك وانقص وزنك، ها؟ أكيد ما في أحسن على العرض هذا. نعم، ونحن عندنا بعد رياضة الهايكينج، رياضة الهايكينج هذه رياضة رائعة جدا اللي هي المسير. طبعا آبائنا وأجدادنا القدماء كانوا يمارسونها بشكل يومي. صحيح. حاليا نحن في نمط الحياة الكسول. خليني يعني الحلو بعد رياضة اللي سامحني قاطعتك، لكن انا دوما كنت ابى امارسها من رياضه اليوغا حتى رياضه تسلق الجبل. نعم. لما انت تسلق في متعه، في متعه تحدي بينك وبين نفسك، انت ما قاعد تمشي في مسار سهل اني انا بعد نص ساعه راح اوقف، لا، المتعه انك انت قاعد تصعد جبل. اكيد. وقاعد تشوف مناظر جميله. جميل. صح. مناظر خلابه جدا. أكيد. أكيد. وفي تحدي دوما ان احنا عندنا لما اذا تصعدت الشيء، اذا رجعت، يعني اذا صعدت نص الجبل مثلا ورجعت فعيب، لازم تكمله للنهايه. في تنافس داخلي. صحيح صحيح. في خاصه يوم هذه اغلب الرياضات تشوف ركزنا على الرياضات الجماعيه نحن. طبعا توجيهات سعادة سعيد المعمري مدير عام مركز الفجيرة المغامرات ان دائما نحاول نجمع جميع اطياف المجتمع، وبالاضافه الى حتى لو كان الشخص ما عنده قدره او ما كان عنده مثل اراده انه يسوي شيء، حاولوا تدخلوا. مثلا عندنا مركز الفجيرة المغامرات قمنا بدعم فريق من فريق التحدي للركض، في منهم كانوا مشاركين طبعا، قالوا انا ما اقدر اركض 15 او 20 كيلو. في يوم السباق او غيره ما شاء الله خلص هذا، قال انا ما صدقت ان انا نفسي قادر اسوي هالمسافه كلها هذه. ما شاء الله. فطبعا لما تكون انت في رياضه جماعيه طبعا الجماعه تشيل الفرد. فعلا. هذه دائما احنا نفكر فيه. حتى روح الجماعه في الرياضات الجماعيه في نوع من انواع الحماس. اكيد. الفريق كله يشيل بعضه، لو انت نقصت انا اشيل من نقصك. صح. وبعدين نساعد بعض حتى نوصل للهدف اللي نحن بنوصل له. طبعا طبعا. حلو الرياضات اللي انتم طرحتوها، وحمستونا احنا نشارك، بس يوم واحد لو يعني نتمنى انكم تمدون اكثر. هو طبعا هذا اليوم مش يوم واحد فقط، باذن رب العالمين احنا مركزنا مفتوح للجميع، جميع اطراف المجتمع ما قلنا. هذه الرياضات اذا اي شخص حاب يمارس هذه الرياضات نحن جاهزين طبعا، من رياضات هايكينج للتسلق، باذن رب العالمين قريبا سوف يتم فتح عضويه في مركز جبل المغامرات للاطفال والكبار. ممتاز. أي عضو يأتي عندنا طبعا يقوم بالتسجيل ويبدأ معنا، وبيكون في إن شاء الله مثل ما تقول نسميه جواز سفر مغامر. هذا جواز السفر. هنا جواز السفر هذا بيكون فيه طبعا مراحل. المرحلة الأولى يبدأ بتعلم أساسيات المغامرة، كيف يغامر، كيف يطلع، كيف يمشي في الجبل، شو إجراءات الأمن والسلام اللي لازم يتبعها، الملابس المطلوبة، المعدات اللي لازم يستخدمها. من بعد ذلك يبدأ في دخول عالم آخر، عالم المغامرة البحرية، عالم المغامرة الجوية طبعا، حتى الصحراوية والجبلية وإلى آخره. اليوم الفجيرة أصبحت منارة للرياضة من مختلف الرياضات، من التايكواندو لكرة القدم لغيرها، بطولات عالمية طبعا. واليوم ما شاء الله حتى مركز المغامرات انه كان لو انه بعيد عن المجال الرياضي عمل اضافة حلوة. كيف تشوفون اضافتكم في اليوم الرياضي للرياضات، او يعني كيف اللي بوجه لك اياه؟ اليوم الفجيرة صارت صراحة تستقطب جميع الرياضات. اكيد. وانتم مركز مغامرات صحيح ما عندكم مجال رياضي، لكن قمتوا باضافه جميله لهذا المجال. نحن من اهداف مركز جبل المغامرات هي نشر روح المغامره والرياضه. المغامره هي رياضه، ممكن اسوي رياضه انا وانا استمتع بالطبيعه، استمتع بتراث البلد، استمتع بالجماعه اللي انا فيها. طبعا من اهدافنا هي نشر روح الرياضه والمغامره. معلومه قيمه ان المغامره هي نوع من انواع الرياضه اللي طبعا وجميله جدا بصراحه. صحيح. يعني أنا من فتحه مركز المغامرات خليني أتكلم معك، وشفت شيء جميل رائع، ورحت مرة حديقة كان في فعالية ورحت شاركت معاهم في حديقة الجبل أو حديقة المغامرات عفوا. نعم. كان في مهرجان الجبل. مهرجان الجبل. نعم. فلما أنا أول مرة أروح من هناك شفت المنظر رهيب جدا، اليبل مع الماي. أكيد. ومنظر كان رائع جدا. يعني استغلالكم لهذه المنطقة شفتها جدا جميل ورائع فعلا. وممارسة الرياضة في أو ممارسة المغامرة في حتى ينسيك التعب، لأنك أنت في مكان يعني ما كأنك أنت طلعت برا المدينة بالاف الكيلومترات. هذه إن شاء الله نحن بصدد قريبا بإذن رب العالمين افتتاح الحديقة، وإن شاء الله في غضون أشهر قريبة بإذن رب العالمين ستكون هذه أكبر حديقة مغامرات على مستوى العالم، حديقة عائلية صديقة للبيئة. هذه الحديقة طبعا ما يميزها نفس ما حضرتك تكلمت أن هي في منتصف المدينة ولكن بعدها خارج المدينة. نحن كلنا لهفة وكلنا شوق وكلنا ثقة بأنكم تسووا لنا حديقة إن شاء الله لا صارت ولا استوت. وأنا أتمنى يعني لأن المكان جدا جميل، فهي أتمناها منكم وأنا وأستغل أنا حتى أي شخص أشوفه من حديقة المغامرات أو مركز المغامرات أتمنى أنه يسويها شيء كبير، لأن المنطقة جدا رائعة وجدا جميلة وهي راح تكون إضافة كبيرة للإمارة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يوم الخميس ما في عذر لأي شخص أنه ما يحضر، جميعنا هناك إن شاء الله. صغير في السن إذا ما يقدر، جميع المناطق طبعا بداية من شاطئ العقة في دبا، وادي الوريعة، البدية، المناطق حبحب، طويين، سيجي، وحلا، الفجيرة، عدة مناطق منتشرة في جميع المناطق. أنا بسوي معك تحدي في نوع من أنواع الرياضة. يا مرحبا. شو تختار أنت وأنا مستعد أنا أتحداك إن شاء الله، ونخلي التلفزيون يصورون ونشوف من يفوز في التحدي. تختار أي تحدي أنت، وأنت أهل المغامرة، أنت موجود في المركز، أنا جايلكم توني. أدعوك شخصيا بإذن رب العالمين لتشاركنا في، بيكون في عندنا مسير هايكينج في وادي الوريعة للتعرف على هذا المكان الرائع. إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. يعني التحدي راح يكون في وادي الوريعة. أنا أبغى تحدي. في مشاركة. لا أنا أبغى تحدي بيني وبينك. إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف التسلق يعني ان شاء الله. هاي ان شاء الله تعالى. كلمه توجهها للشباب والمواطنين والمقيمين على ارض الامارات انهم يبدون يشاركون في اليوم الرياضي ويخلون الرياضه جزء من حياتهم. دائما اقول استغل الفرصه، او بالانجليزي نقولها جو اوت دور. لا تقول تعبان، هذا لا تضع حاجز لنفسك، ممكن يكون حاجز نفسي او حاجز حتى تقول يا اخي شو بسوي انا ما في مكان اروحه. بالعكس نحن محظوظين جدا في اماره الفجيره لوجود عده اماكن طبيعيه خارجيه، يعني حتى في منتصف المدينه عندنا مكان نقدر نمشي عليه. يعني مثل ما تشوف مثلا ما شاء الله عند ممشى مسجد الشيخ زايد عده مشاركين في المشي، في الرياضه، في الركض موجودين هناك يعني. وموضوع بسيط جدا، ما في داعي اشتري ملابس متقدمه واروح اسجل في الجيم واكبر الموضوع، شيء بسيط. هذه قصه يروح يشتري اللبس اكرمك الله الجوتي وكل شيء ويرتب اغلى اللبس ما يرضى بشويه. صحيح. اول يوم بعدين ثاني يوم خلاص ما راح. ليش والاشتراك مشترك سنه كامله ومدرب وغيره. انا اوجه لعمري فعلا نكسر القيود اللي موجوده. أكيد. الرياضه بدون قيود، الرياضه نطلع ننطلق نغامر نعيش. انت قلت كلمه حلوه، المغامره هي رياضه. نكسر القيود، رياضات مختلفه قاعد تقدمونها فما في عذر لاي شخص. أكيد. وحمستنا واستمتعنا معك، شكرا لك استاذ. انتظاركم جميعا وجميع فئات المجتمع ونحن حاضرين ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عمرو زين الدين منسق الموارد البشريه والمشاريع في مركز الفجيرة المغامرات، شكرا لك. اخوي عبد العزيز يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم، نشوفكم باكر على خير، تصبحون على سعاده وعلى حب وعلى عطاء، حياكم الله.